سيداتي وسادتي وترحب بكم من جديد على مطار الإمارات. كما نذكركم بأن التدخين ممنوع عامة في أي مكان على هذه الطائرة وفي جميع الأوقات. على رحلتنا اليوم يسرنا تقديم وجبة الغداء وأفراد طاقم الداخل يتكلمون اللغات الإنجليزية، التايلاندية، التجالوج، الكورية والعربية. أتمنى لكم رحلة سعيدة معنا اليوم ورجاء على التردد في طلب المساعدة من أحد أفراد الطاقم.